في خزائن الأرض كنز منسي نقبت عنه محافظة الفيوم التي تبعد 100 كيلومتر جنوب القاهرة، حتى باتت أولى المحافظات تصديرا له. النباتات الطبية العطرية التي تزرع بين فصول الصيف والشتاء. النعناع، البردقوش، والشيح، والبابونج، والريحان هي النباتات الأكثر زراعة في الفيوم، والسبب طبيعة الأرض الخصبة، حتى باتت المساحات المزروعة بهذه المحافظة في الموسم الزراعي الواحد نحو 50,000 فدان بحسب مديرية الزراعة بالمحافظة، وتتركز في قرى مركز أبشواي. النباتات الطبية والعطرية في مصر لو نبص لها بمنظور كويس ونتعامل معها معاملة كويسة، زراعات بدون ملوثات، بدون مبيدات، بدون معاملات تقليدية، ونتعامل معها صح، كمان هنستخدمها في الأدوية. لما بزرع النهاردة فدان نعناع فلفلي، الحشة القطفة بتجيب بتتخطى معي كل 45 يوم أو 50 يوم بتتخطى 10,000 جنيه، فدي يعتبر إنتاج كويس للفلاح في البداية. من الأراضي الزراعية إلى المصنع مباشرة، هنا تتم عملية التجفيف ثم التعبئة في جوالات تنقل إلى الخارج، لكن ما ينقص مصر من هذه الصناعة وحدات استخلاص الزيوت في ظل إنتاج يبلغ متوسطه نحو 20,000 طن في الموسم الواحد. احنا بنودي المنتج في الآخر خالص منتج مواد خام، احنا ما بنستخلص منه مواد بديلة للمواد الكيميائية، احنا ما بنصنعش منه أدوية، احنا ما بنصنعش منه مستحضرات تجميل، احنا في الأول وفي الآخر برضو بنصدر المنتج كمواد خام. حجم تجارة النباتات العطرية والطبية يبلغ نحو 60 مليار دولار، تشارك مصر كدولة مصدرة رئيسية بنحو 45 مليون دولار. زراعة النباتات الطبية هي كنز فيومي يمكن استغلاله بصورة أكبر من هذا في ظل إقبال الفلاحين على زراعتها، لتصبح الفيوم أكثر المحافظات إنتاجا لها. من مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، كريم الشيخ، الغد.